زمان جدا بيخطط. يصدق ان ابوك اللي تحت الكوبري ده عنده ملايين. بيلعب على نقط ضعفنا. الفلوس مش رايح يعني. يطمع. انت مش مقدر قيمة نفسك يا شخص. وبيساعد. وانت برضه مجرب. كل واحد عايش في موضوع. علشان يوصل لهدف واحد. ايه كده يا دوب؟ ايه كده؟ وده اول طريق. والنيوز يوميا الساعة 7 مساء على CBC في رمضان.